شغاله. في نهايه الحلقه هقول لكم النتائج واجيب لكم الاجوان باذن الله. نروح لاخبارنا سريعا، نتكلم على يعني الاهم دلوقتي هو النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه يوم الخميس الساعه 7 بتوقيت القاهره، في 20,000 متفرج. الدرجه الثالثه كلها التذاكر خلصت، الدرجه اللي بيقعد فيها التراس اهلاوي. هعمله دخله يقال انها دخله لمحمد ابو تريكه، اللي في نفس الوقت بيقال ان محمد ابو تريكه هيجي المباراه، هيحضر المباراه هو ومحمد بركات عشان يشدوا من ازر اللعيبه. مباراه الصفاقسي هتشهد عوده احمد فتحي في التشكيل الاساسي، وايضا في كلام على وائل جمعه انه يبتدي المباراه دي عشان عنده خبرات في البطولات الافريقيه. محمد يوسف الفرصه الاخيره ليه مع النادي الاهلي، لو كسب الاصوات هتتغير وممكن يفضل، لو خسر محمد يوسف وجهازه الفني هيرحلوا عن النادي الاهلي. من المتوقع ان الكابتن مختار مختار اللي بيدرب بتروجيت، اللي بيلاقي دعم قوي جدا من الكابتن محمود الخطيب، هو ممكن يكون خليفه محمد يوسف في تدريب النادي الاهلي. ابتدت اشاعات تطلع كده عن فكره ان مانو لوجزيه جاي، ده مانو لوجزيه هيدرب الاهلي تاني. الاهلي نفى الكلام ده تماما، وبالمنطق وبالعقل ما ينفعش مانو لوجزيه يدرب الاهلي تاني، خصوصا ان يعني راتبه بيصل ل 5 مليون جنيه في السنه، وكمان اما بيجي بيصرف لا يقل عن 30 مليون جنيه في جلب لاعبين جدد ولا يعتمد على الناشئين، وبيبقى عايز طبعا يكون في لعيبه جاهزه تحصل على البطولات. طيب معانا الاستاذ ياسين بن طاهر مدير العام لنادي الصفاقسي. استاذ ياسين ازي حضرتك؟ اشرح الاقوى. في كلام ايضا على رحيل كابتن هادي خشبه، يمكن من اسبوع حصل نوع من التعنيف من كابتن محمود الخطيب لكابتن هادي خشبه على مستوى الفريق السنه اللي فاتت، او ويعني نزول مستوى اللاعبين وعدم جلب لاعبين مميزين قادرين على ان هم يعني يصنعوا الفارق زي بركات وزي ابو تريكه وزي حسام غالي وزي وائل جمعه وزي اللعيبه اللي حملوا يعني لواء البطولات مع النادي الاهلي. في غربله، في تغييرات كتيره، في رحيل لعيبه كبار. حاولوا تجيبوا لي كمان ابراهيم صلاح، لان ابراهيم صلاح قيل ان هو مضى.